لكن الشيء الرائع بجد انه يكون هذه الثوابت التاريخيه مرصوده كويس من بره مصر، في بلاد الرافدين في العراق الشقيق. المحلل والناقد الرياضي الكابتن هيثم عادل في قناه عجمان، حد لما تسمعوه وهو بيتكلم عن النادي الاهلي المصري تفخروا بجد بهذا التواصل اللي عامله النادي الاهلي مع كل الاشقاء العرب. نسمع هيثم عادل. وعندما نتكلم عن المبادئ والقيم يابد ان نستذكر الاهلي المصري، الاهلي المصري هو قمه في هذه المواضيع. شوف النادي الاهلي المصري في عام 1918 عندما قام 6 لاعبين بالفريق بالاستقاله ولو ذراع لوي ذراع الاداره، ماذا عمل عبد الخالق ثروت باشا اللي كان رئيس النادي في ذلك الفتره؟ قال لهم اذهبوا حيث ما شئتم، اذهبوا، احنا ما نريدكم، احنا نادي كبير، الاهلي اكبر من الجميع. كانت هذه اكبر رساله يوجهها عبد الخالق في عام 1928. طيب. عندما قام حسين حجازي بعدم استلام الميداليه وقام بارغام اللاعبين لاعبي الفريق الاهلاوي لانه حصل على المركز الثاني، ماذا عملت الاداره في تلك الفتره؟ ماذا عمر جعفر والي باشا رئيس النادي؟ اوقف حسين حجازي ومنعه حتى من لعب نهائي كاس مصر في تلك البطوله وفاز فيها. المبادئ دائما تنتصر. في عام 85 مساله جدا مهمه وهي الجوهري عندما قدم استقالته بسبب قضيه محمد عباس و16 لاعب اهلاوي تكتل مع الجوهري، لكن الاداره اللي كان في وقتها حسن حمدي في نعم في تلك الفتره المشرف على الفريق قبل الاستقاله وقال نلعب بفريق الناشئين، ثم عاد الجوهري وقدم اعتذاره ولم توافق الاداره على قبول اعتذار ال16 لاعب ولعبوا فريق الناشئين في ربع نهائي كاس مصر. فازوا على الزمالك بهذا الفريق 3-2 وفازوا على الترسانه ثم فازوا على الاسماعيلي 1-0 وحصلوا على البطوله، وهنا انتصرت المبادئ والقيم. ثم نتكلم عن 93-94 عندما قام حسام حسن في مناوشه مع لاعب المصري ناصر التليس. شو المعلومات ما يتم اليوم؟ لا هذا قيم ومبادئ. طيب. نتكلم عنها عبد الله. ترى شو سوى حسام حسن؟ طرد الحكم اللاعبين فرمى خلع قميصه ورماه في ارض الملعب حسام حسن وهو كان اسطوره هذا. ماذا قال المايسترو صالح سليم؟ ماذا قال لألين هاريس؟ قال له يا اخي نريد هذا اللاعب مهم، نحن اليوم وضعنا غير جيد في الدوري وهذا اللاعب ينفعنا في الدوري. ماذا قال ناصر سليم؟ قال له نحن نعم سنخسر بطوله ولكن لن نخسر مبادئنا وقيمنا. هذا صالح سليم، هاي مبادئ الاهلي. انت اليوم الخطيب في مساله صفقه القرن، الخطيب اليوم امتداد لعبد الخالق ثروت باشا، امتداد لجعفر والي باشا، امتداد لكل رؤساء الهلال الموجودين. طيب. او عفوا الاهلي الموجودين. الاهلي كيان كبير، حصه في تاريخ النادي الاهلي. يا استاذ ابراهيم، لما ناقد عراقي حافظ هذه التفاصيل المنمنمة الدقيقة عن النادي الأهلي ويتحدث عنه بهذا الشغف وهذا الفخر أدهش الموجودين في الاستوديو، أليس هذا مدعاة للفخر؟ هذا هو ناديك، افخر به بدل ما تقعد طول النهار تدور على حاجة يستغلها الذين لا يحبون الأهلي ضده. هو ده النادي الأهلي، هي دي قيمته، وهو ده تأثيره في محيطه العربي ولدى الأشقاء.